قتل 3 مدنيين وأصيب نحو 25 آخرين بإطلاق نار من قبل جهة مجهولة استهدفت المهجرين من حي القابون شمال شرق العاصمة دمشق أثناء توجههم إلى الحافلات التي تقلهم إلى ريف إدلب في الشمال. وأفادت المصادر أن 22 حافلة انطلقت من حي القابون وعلى متنها مقاتلو المعارضة والمدنيون الراغبون في مغادرة الحي الذي يضم نحو 1500 شخص، مشيرة إلى أن نظام الأسد يعمل على إنهاء إجلاء الجميع اليوم وليس على دفعات.